نروح بقى لنجمنا وسفير السعاده بالنسبه لنا واللي مشرفنا ورافع راسنا كلنا، كابتن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي ليفربول الانجليزي، اللي شارك وتالق وحقق الفوز وسجل امبارح على كريستال بالاس الهدف الخمسين. 50 هدف ضمن يعني طبعا المباراة دي كانت ضمن منافسات الجولة ال 23 من الدوري الإنجليزي، وصلاح أحرز هدفين وبكده وصل رصيده ل 16 هدف وبقى متصدر هدافي الدوري الإنجليزي بفرق هدفين عن أقرب منافس ليه، وكتب زي ما بقول لكم تاريخ وإنجاز جديد بهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي واللي سجلهم في 72 مباراة بس، وده رقم عظيم جدا. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وتقدر تاخد هداف الدوري الانجليزي الموسم ده للمره الثانيه بقى ان شاء الله باذن الله على التوالي. ربنا يوفقك ويسعدك وتنورنا بقى قريب في بطوله كاس افريقيا، وان شاء الله باذن الله نفرح بمنتخبنا الوطني ان شاء الله.